أعلن الأمن الإسباني الإطاحة بالشبكة الرئيسية لتهريب الحشيش بحرا إلى إسبانيا بعدما تمكنت من إدخال 66 طنا من هذه السموم إلى البلاد خلال ثمانية أشهر. وذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن الهيئة الأمنية الكاتالونية تمكنت بالتنسيق مع مصلحة المراقبة الجمركية التابعة لمصلحة الضرائب من تنفيذ أربع عشرة عملية مداهمة وتفتيش في بلدات مختلفة في كاتالونيا ومالاغا وساراكوستا في الحاد عشر جوان الجري وأسفرت عن إلقاء القبض على أربعين شخصا ومصادرة أكثر من ثمانية عشر طنا من الحشيش وكانت تقارير إسبانية قد كشفت مؤخرا عن تواطؤ البحرية الملكية المغربية في عمليات تهريب المخدرات بين شبه الجزيرة الإيبيرية والمغرب من خلال مشاركة زوارق دورياتها في تسهيل إدخال المخدرات إلى إسبانيا